الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية النيابية وجود صعوبة بتطبيق سلم رواتب الموظفين المقترح، وقال عضو اللجنة محمد الخزاعي إن تطبيق سلم رواتب موظفي الدولة ضمن صلاحيات الحكومة حصرا، وليس لمجلس النواب أي تدخل بالإضافة أي مصروفات ضمن قانون الموازنة أو رواتب الموظفين، فهذا ضمن اختصاص وصلاحيات الجهة التنفيذية حصرا. وبين الخزاعي أن هناك صعوبة في تطبيق سلم الرواتب الجديد لأن الأمر يتطلب إضافة مالية كبيرة جدا، وفيه صعوبة خاصة في ظل ارتفاع أعداد الموظفين بصورة كبيرة. أعلن البنك المركزي العراقي عن مجمل مبيعاته للعملة الأجنبية عبر النافذة الإلكترونية، وسجلت النافذة مجموعة مبالغ التحويلات إلى الخارج أكثر من 202 مليون دولار، فيما بلغ مجموع البيع النقدي 11 مليون و390 ألف دولار، وبلغ المجموع الإجمالي للمبيعات 213 مليون دولار، وأسند البيع النقدي بسعر 1305 دنانير للدولار الواحد، فيما كان للاعتمادات السندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية والحوالات الخارجية بسعر 1310 دنانير للدولار الواحد. ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، وسجلت أسعار خام البصرة الثقيل ارتفاعاً بمقدار 54 سنتاً ليصل إلى 77 دولاراً و84 سنتاً للبرميل، بينما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 54 سنتاً ليصل إلى 81 دولاراً و14 سنتاً للبرميل. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط في السوق العالمية نتيجة موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر والتوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية. أظهرت بيانات رسمية انخفاض الصادرات السلعية بالسعودية في شهر كانون الأول عام 2023 بنسبة 9.7% لتصل إلى 98 مليار ريال مقابل 109 مليارات ريال في نفس الشهر من عام 2022. وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية هبوط الصادرات السلعية إلى التراجع في الصادرات البترولية بمقدار 13 مليار ريال بنسبة 15.8%، حيث بلغت قيمتها 72 مليار ريال مقابل 85 مليار ريال في شهر كانون الأول عام 2022. هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78% في شهر كانون الأول عام 2022 إلى 73% في شهر كانون الأول من عام 2023. أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية أن تعافي سوق العمل العربية بقي متخلفاً عن التعافي الاقتصادي، ما يتطلب جهوداً متضافرة لتكثيف التنويع وخلق فرص العمل في قطاعات أكثر مرونة. وتوقع التقرير بقاء معدل البطالة في المنطقة مرتفعاً عند 9.8% خلال العام الحالي، مبيناً أن هذا المعدل هو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما يعكس عوامل مختلفة تؤثر على أسواق العمل في المنطقة مثل التجزئة وعدم الاستقرار السياسي والصراعات والأزمات الاقتصادية وضعف القطاع الخاص. قبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.